بص يا باشمهندس، انا عندي اسئله كتير بس عندي اقر واعترف، فهستاذنك باقر واعترف وقتنا ضيق. هتجري معايا؟ اتفضل. يلا اقر واعترف مع المهندس احمد مجاهد. تقر وتعترف انك تتحمل مسؤوليه غياب مصر عن مونديال قطر بسبب مجامله الاهلي وعدم لعب وديات دوليه من اجل ارتقاء مصر التصنيف الاول والابتعاد عن مواجهه السنغال؟ لا طبعا، ويعني لو تفتح عمل الشيطان، لو انا كنت موجود ومكمل كنت اظن اننا كنا هنروح كاس عالم. والله امال ما رحناش ليه؟ يعني بقى انا ما يعني لو كملت مع الراي انا يعني كان الراجل كيروش بالكيمياء بتاعتنا كانت ماشيه مع بعض، كان ممكن حاجات كتير حصلت قبل تطلع لا حاجات كتير قبل ماتش السنغال كانت ممكن تتحل، لكن في الاخر هو ما حصلش توفيق وخلاص. لكن طبعا لا. طيب، تقر وتعترف انك اخطأت في التعامل مع ازمه شيكابالا وظلمته في قصه مراسم تتويج الدوري؟ لا، هو حصل سوء، يعني مش سوء تفاهم، هو واضح ان هم اللعيبه كانوا واصل لهم رساله ان في احتفاليه بشكل معين والنادي نفسه ما وصلش الرساله دي، وفي ناس كمان في النادي ما كانتش تعرف الموضوع وما كانش متبلغ الاتحاد. لكن في الاخر انا بحبه على المستوى الشخصي جدا، لكن ما اقدرش اقول ان هي خلاص، هي بتبقى احيانا حاجات فرضت بس. تقر وتعترف بظلمك لحسام البدري المدير الفني المنتخب لما قررت اقالته بعد التعادل مع الجابون؟ الراجل كسب المباراه الاولى وتعادل المباراه الثانيه، ازاي تم تمشيه بعد ماتشين؟ بالعكس، يعني ده هو كان ممكن يبقى القرار ده يعني بدري شويه، ده بالعكس دي من القرارات انا بعتبر ان انا اخطات في الاتحاد، كان المفروض التغيير يكون مبكر كمان عن كده. قبل ما يلعب يعني؟ لا، كان المفروض التغيير يبقى من بعد مباراه كينيا بره. كينيا دي عملنا فيها ايه؟ اللي تعادلناها بره وبعدين كسبنا جزر القمر هنا في مصر. يعني شايف ان كان وقتها قبل بدايه خالص التصفيات كان المفروض يحصل تغيير. ليه الراجل عمل ايه؟ لا مش عمل، لا كان يعني استفيد بدري من اللي جاي جديد ياخد وقت اطول. للدرجه دي ما كانش عاجبك حسام؟ لا لا خالص، لا انا بقول انا كده كده طالما في تغيير كان ممكن يبقى تغيير في وقت اطول. ما كانش عندك قناعات بيه؟ لا، ما كانش الظروف. بص يا كابتن، كل حاجه لها ظروفها. المدرب في الوقت ده انت ممكن تبقى عندك بيت حلو جدا ما ينفعش تحط فيه يكون مودرن فتحط له عفش بشكل معين، يكون عندك ليه ما عندكش الشجاعه؟ ما ينفعش يكون عندك ليه ما عندكش الشجاعه تقول انا ما كنتش مقتنع بحسام البدري كمدرب؟ لا 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 خالص، بالعكس، هو راجل حقق بطولات مع النادي الاهلي وحقق بطولات مع انديه كتير، لكن هو في الظروف دي في المنتخب انا كنت شايف ان صورة المنتخب في الوقت ده مش هي اللي انا يعني كنت اعرفها قبل ما نمشي. تقر وتعترف بحصولك على وعد المهندس هاني بوريده انك هتبقى الخليفه بتاعه في الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي بعد وصوله لسن التقاعد؟ لا، اصل دي مش ما هياش توريث. بس دي لازم يكون حد مؤهل ومهيئ وعارف الناس وله علاقات. لا، ما حصلش ان هو ان الراجل وعدني بالكلام ده. بس انت نفسك فيها؟ لا طبعا، هو ربنا يديله الصحه والعمر، هو من حقه دوره جايه. لا برضه بحكم التطور والتدرج والعلاقات هل ينفع او يكون من حقك في وقت معين؟ وقتها ربنا يسهلها ونشوف. بس نفسك فيها؟ لا، ما فيش حاجه اسمها نفسي فيها. بعد ما اعتزل الباشمهندس هاني، يعني الاول ربنا يدي المهندس هاني الصحه والعمر، هو اللي موجود. الطبيعي دلوقتي بحكم العلاقه مع ال 211 اتحاد اللي في العالم انا اعرفهم اكتر من الباقيين. تقر وتعترف بانك ادرت الاتحاد المصري منفردا وهمشت دور احمد حسام عوض ومحمد الشواربي خلال فتره عمل اللجنه الثلاثيه؟ لا، دول من احسن الكوادر اللي انا اشتغلت. ايوه، ما احنا عارفين ان هم كويسين، بس كنت بتدير لوحدك. لا لا، دول من احسن. لا، ما اقر واعترف ان احنا ادرنا الاتحاد في فتره صعبه جدا بشكل انا راضي عنه الحمد لله. تقر وتعترف انك قمت بالعديد من التجاوزات والمخالفات والمجاملات اثناء رئاستك لجنه شؤون اللاعبين؟ فاهم قصدي؟ طب انت 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 فاهم قصدي؟ ماشي خلاص، فاهم قصدي؟ لا انت عارف انا رايح فين؟ لا انا ماليش دعوه، انا لا 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 انت انت انا مذيع. لا لا انت قول انت، عشان انت تعرف احمد مجاد طول عمره بيعرف يجامل. انا مذيع، انا هنا مذيع، انا ما اعرفش اجامل ابويا. موضوع كهربا كان فيه مجامله؟ لا، اولا ما كنتش انا اللي في اللجنه، ده كان الكابتن مجدي عبد الغني. مفيش مجامله طبعا، عارف ده بتنمله قولا واحدا. طب انما انا ما كنتش انا مش انا اللي ماسك اللجنه، انا كنت بتكلمني عن وقت رئاستي في اللجنه. رئاسه اللجنه انا عمري الحمد لله من وجهه نظري عمري ما جاملت حد. عايز اسالك عن موضوع الحكام. يعني بامرت ايه كده تيجي فجاه لا ما فيش حكام اجانب، اهلي وزمالك انا كده، هو كده عجبكم عجبكم، مش عجبكم ان شاء الله ما عجبكم، وبسياسه الامر الواقع بتفرض حكام مصريين. احنا كنا متفقين من اللجنه، داخل الكابتن وجيه احمد معاه 14 جواب، قال لي دي، فبيقول لي الجوابات دي بتاعت اللي هنبعتها للاتحادات عشان ده وجيه احمد. قلت له اتحادات ايه؟ قال لي عشان الاهلي والزمالك. قلت له الاهلي والزمالك حكام مصريين؟ هو كان وراه كده كرسي كان واقف ام قاعد. قال لي بتتكلم جد؟ قلت له والله بتكلم جد.
قال قلت له ده انا عايز اقول لك على حاجه بقى جه انا بهزر معايا انا قال لي ايه قلت له ما تحط واحد مش دولي كمان قال لي كمان بالظبط قال لي كده فانا عايز اقول له ايه انا عايز يعني ابسط له الحكايه والحمد لله ان احنا صممنا يمكن معالي الوزير حتى قالها في يوم التكريم يعني اتكلم معايا برضو اتكلم معايا قال لي طب يعني مش هل دلوقتي التوقيت مناسب طب انت ايه وجهه نظرك قلت له انا وجهه نظري 1 2 3 4 5 قال لي جواهد اول ما المباراه الاولى خلصت اول تليفون جالي منه من الوزير قال لي انت كنت صح والله والحمد لله وانا قلت له انا عايز اوصل تاني مباراه انا اقول لك بقى حاجه تانية تاني مباراه كلمني حد من الحكام القدام اصحاب الخبره قال لي المباراه عدت كويس قوي محمود البنا اللي موجود ما تخلي ما البنا يلعب الماتش التاني قلت له لو لعب الماتشين ورا بعض محمود البنا معناه ان مفيش حكام في مصر لا هيلعب حكم قلت له احنا عايزين نوصل ان مباراه الاهلي والزمالك تبقى بتتوزع في البوله زيها زي اي ماتش خلاص. بعد كده والحمد لله لعب امين عمر ثم لعب محمد عادل ولو كنت يعني ليا نصيب ان انا اكون موجود هنفضل نلعب لحد ما الدوليين يلعبوا وغير الدوليين كمان يلعبوا مباراه الاهلي والزمالك لو انت طبيعي. موجود في اتحاد الكوره دلوقتي بس هي الفكره ان الحكام كمان كانوا حاسين الحمد لله بالعداله طيب. لو انت موجود في اتحاد الكوره دلوقتي في نهائي كاس مصر ترشح مين يدير المباراه اي حد من الحكام اللي ما عندهمش ايقاف لاي مشكله فنيه في الماتشات اللي فاتوا يلعب بشكل طبيعي وهكون داعم للجنه فيه بتتدخل في عمل الاتحاد الحالي يعني ما يعني ما سؤال سهل خالص لا طبعا ما دخلش ليه ترددت لا لان ده مش اداء على فكره هو الاتحاد الحالي نفسه انا هنصح العشر شورى للباقيين دول هم مجلس من 9 اتمنى ان 9 يحاولوا يشتغلوا مع بعض بشكل جماعي ممكن يكون على المستوى الفردي ممكن يكون فيهم عناصر كتير جدا كويسه لكن هم المجموعه مش كلهم متجانسين مع بعض انا اتمنى انهم يكونوا متجانسين لان هم يعني خلاص هي انت تمام. البحر ومن خلفكم والعدو امامكم والعدو من خلفكم فخلاص يعني لو مكان حازم امام كنت تعمل ايه اليومين دول انا مشفق على حازم انا بحب حازم جدا انا ضعيف قدام حازم يعني كمان الناس اللي وانا شايف ان حازم يعني هو اتحمل لوحده الموضوع لا هو المسؤوليه جماعيه للمجلس كله نعم خلاص هو لازم حازم طبعا حازم هم الاتحاد دلوقتي كله كابتن حسام موجود هو والكابتن ابراهيم خلاص موجودين هم حسام ابراهيم ان شاء الله باذن الله هنوصل كاس عالم وباذن الله بدعم المجلس الموجود وبدعم الدوله اللي انا شايفه بشكل كبير يمكن ما حصلش الدعم ده من فتره طويله جدا ان شاء الله باذن الله هنحقق الهدف الصعوبه كلها لازم نركز ان 25 عندنا بطوله افريقيا قويه جدا وكاس العالم في ميعادها 25 هي 25 حتى الان في كلام ان تبقى في يوليو في نهايه في النص الاخير من يوليو واغسطس ده الاقرب وفي كلام ان يبقى في مارس اللي بعده في الفيفا دي بتاعت مارس نورتني وشرفتني ربنا يخليك كابتن انا اللي الشرف ويعني اتمنى ما اكونش تقال على الناس بس زي الفل بشكرك شكرا جزيلا مهندس احمد مجاهد رئيس اتحاد الكره السابق كده تمام سلام